وبالذات الناس في السودان وبنترحم على يعني الشهداء الضحوا بحياتهم والناس حتى الألماء ما سلاكين اللي ضربوا والناس اللي شموا البلبان والناس اللي عيونهم ويديهم يعني كمية من الحاجات لكن it was worth it صحيح فانا؟ يعني it was worth it إن شاء الله إن شاء الله يعني الحكومة وقفت هسي وحمدوب جاء ورايكم شو الوزراء الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله فرحانين شديد أنا سالي عطا I live in Omaha, Nebraska الباكراوند حقي انه I'm the CEO of a company called Agile Transformation التخصص حقي هو Agile large كان اسمه عارف شديد شو اللي كان اسمه عارف؟ التخصص حقي هو Agile large scale transformation يعني كل الشركات اللي بتجينا هي شركات عايزة تعمل تحول جذري في طريقة عملها فبنعمل لهم large strategies and transformation programs وبنطور لهم leadership skills حقتهم بنطور team work يعني الشغل الجماعي ممكن يحصل فيه ومعظم الناس اللي بيجونا الشركات الكبيرة زي American Express, Bank of America, Royal Bank of Canada, Nike, Discover, USA كلهم يعني from our customers they didn't tell us to stop فعشان كده طبعاً لما حصلت الصورة دي يعني قلنا لازم نساعد البلد ولازم نشوف شو حقتنا ونساعد بها البلد فدي كانت يعني حكيت لكم الاسم والتفصيل ولكن دي كانت البداية حق السودان نكشن السلام عليكم جميعاً سعد الكابلي معكم في فيرجينيا وأنا تخصص الباك جراوند تبعي في الاي تي انفورميشن تكنولوجي تحديداً في المانجمنت انفورميشن تكنولوجي وجيت على بيتنا الحمد لله بعد كده عملت دراسات دوليه في مجال السكيورتي انفورميشن سكيورتي وابتديت ادخل مجال الاعلام يمكن من اقرب من 7 سنين من زمان خالص لانه الواحد كان دائما مع الوالد ومتواصل معاهم ومشوف التلفزيونات ومتواصل مع الصحفيين والاعلام فكان هوايه حب كبير جدا في الاعلام فمؤخرا الفتره الاخيره برضه ابتديت يعني زي ما تقولوا عندي الديب دايف في الفتره بتاعت الميديا والحمد لله يعني كان عندي نفس رساله بحاول اوصلها عن طريق الميديا وابتديت اشتغل في اليوتيوب واخد افلام لانه لقيت انه عندنا زي فرقه حاصله في الحته بتاعت السودان للاسف الناس المتميزين زي كلهم كده ما شاء الله بيكونوا دائما بعيدين جدا عن الموضوع والشباب الجانا والبناء دائما نشوف احنا ناس زي كده يكونوا قدوه بالنسبه لنا فابتديت انه استعمل الميديا في المجال ده وواحد من الناس اللي لقيتهم ذلك كانوا صالح شغال في نيكست جين حاليا مع بنتدن از كو فاوندر وحاليا ماسك الاعلام في السودان نيكست جين شكرا. كنت مره اخش لكم في السلايد انا كنت على السلايد الاول يا سعد يعني لما نجي احكي لكم القصه حق السودان نيكست جين لازم ما قادره ذات اخذ كميه من الصور حتكفي لانه يعني تحس حتعرف علي انا سعد لكن كميه من الناس في الفتره اللي فاتت الخمس شهور اللي فاتت all contributed towards a vision حق السودان نكشن يعني كل الكلام اللي بقوله لكم كمية من الناس هنا في دي سي في حول العالم يعني كلهم ساعدوا في القصة اللي حكي لكم حساس إن شاء الله فبس دائما نشكرهم كلهم في جوا السودان برا السودان في يعني في كل الولايات فالفيجن نبدأ بالفيجن حق السودان نكشن إحنا عملنا شنو طبعا زي ما قلت لكم كلنا عندنا كفاءات برا السودان وقلنا حنساعد البلد كيف فالهدف الرئيسي هو leap frog السودان into the future السودان له 30 سنة في تراجع لو ما 60 سنة ما عندنا وقت to يعني barely catch up with the rest of the world we have to leapfrog in every sector of society we have to find out يعني what are the most modern things that are happening what are the latest and greatest technology and leapfrog into the future فريق تفريق there's a big difference between progressing and maturing and leapfrogging we feel يعني the best way to do this by the way أتكلم إنجليزي ولا عربي is it okay if I mix them is there anybody here that's only English or is it it's okay if I mix them thank you فالخبراء في السودان كلهم يعني كل زيهم كلها قضنا على البلد وعارفين إحنا لو وحدنا جهودنا وتلمينا في حتة we made it easy for the government to find us and also for each other يعني اكتشفنا في كمية من المبادرات and potentially duplicates of each other doing the same thing there's no reason to do that for how can we unify the efforts of experts to lead for Sudan فدي كانت الحاجة الأساسية اللي بدنا نعملها واضحة إن شاء الله تمام يلا قلنا حنعمل شنو how are we going to be able to do that لقينا إنه عندنا ثلاثة focus areas The first focus areas is called big results now.
And big results now دي يعني لما الحكومة تضيف على حالة how can we make sure that all of the projects that are being executed فيها very key results وvery يعني metrics driven بطريقة very scientific. How can we apply agile? How can we apply في methodology اسمها BRN big results now استعملوها ناس تنزانيا ناس ماليزيا ناس رواندا حتى Canada is using it right now. It is a government transformation methodology that is all about الحكومة بتقول لي روح أخذ خطة مستقبلية لكن بتقسم الخطة دي دي مثلا 3-year goals 1-year outcomes وحتى أقل من كده and goals كلها بتكون metrics driven and aligned to a sustainability goals مثلا حقة الـ UN أو المو إبراهيم إندكس فإنت أي حاجة تعملها بتتأكد إنه في very specific goals فإحنا يعني قلنا we have to be able إنه نساعد الحكومة إنه ما مثلا نديهم مشاريع فيها $50 million لكن تاخذ لها 10 سنين we want to be able to see results الناس يعني بالها ما طويل بها وكلنا مستنيين نقطة سريعة فالماجيك تريك في الحتة دي هي السودان نكست جن بلاتفورم اللي هو نحوري لكم المنصة ثاني حاجة agile as a methodology how many of you are familiar with agile as a management method few of you okay what do you know about it here's kind of input from you تعرف شو هذا agile It's about efficiency. What else? Time. Quick. Time boxing everything. It's about really predictable execution. Every 2 weeks, we deliver value as a team. We have a plan for the next quarter, the next 3 months. We have a plan for the year. لكن every 2 weeks, كل أسبوعين الثين ده بيضل حاجة. You have to deliver something of value. So it's a very predictable method. فقلنا الخطة حقت الأجايل والBRN زائد على الحاجة دي what we call impact projects, leapfrog projects. I'm going to ask you about this as well. شنو البروجكتس اللي احنا كنا ممكن نفكر فيها and ممكن تعمل immediate impact؟ فشنو هي البروجكتس اللي احنا ممكن نقدمها للسودان that can have a real impact very quickly. Some projects are going to be leapfrog يعني مستقبلية شديد وفي بروجكت حتساعد حسي في الصحة التعليم المعيشة يعني يمكن انه الصحة التعليم المعيشة دي حاجة حسي ممكن to impact the citizen المواطن وفي حاجات مفروض to impact the economy يعني agriculture البنية التحتية في حاجات ثانية other but more long term فدي الحتة الأولى اللي ركزنا فيها you want to talk about advocacy؟ أنا عايز أضيف بس حاجة كمان قبل كنت أتمنى إنك تتكلم عن قصة السودان نكست جن فيجن نفسها إنها كيف it's moved from just an idea to being like something has been presented to people. فممكن تتكلم عن الحتة دي بعد مش السلايد اللي بعده تخيل فيه سلايد 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 بعده الهدف حقنا كان إنه نوحد جهود الأدفوكسي يعني لقينا إحنا كلنا we're trying to reach out to the government and to the senators and to the congressmen to try to lobby and basically advocate فقلنا why don't we just create common teams فإحنا وناس يوكانا والشغل الشغالين إنه a lot of other groups already in DC كل اللي عملناه إنه we joined efforts and we said can we have a strategy ما في داعي نمشي للحكومة ونطلب حاجات مختلفة من بعض لأنه إحنا ما نستقيم مع بعض But that was really it, يعني. And teams, they've already been working, they've been doing an amazing job from an advocacy, لكن كنا تعالى واحد الجهود بيكون عندنا common strategy. But that تقريبا advocacy كان أكبر priority لنا في الفكرة لما الجهود كلها كانت حاصلة في السودان. لأنه صراحة الهدف ما كان رقم واحد، لأنه ما كان في حكومة أصلا. الهدف بس كان إنه يكون عندنا حكومة جديدة. وإنه يعني a situation on the ground to change. But this was, يعني, for I would say 4 months, a lot of our effort was focused on advocacy. حسي يا دوب قبلنا كده على البيج ريزلتس بشكل عام احنا بنحاول نستفيد من التجربه اللي تم خلال السفر زي ما قال سالم ومسا ورا احنا اساسا ما في الحكومه وبدنا نناقش الحكومه فدي حته مهمه جدا انه كيف احنا ممكن نطبق الحاجه اللي عملوها الحزب المهني الاس بي اي فعندهم كانت خطوات انه لازم يكون في اكشن انه كان تصور بس وتوحد الجهود عن طريق تول كثيره تستخدمها لكن الفكره الرئيسيه يعني يكون في توحيد عملي، كل الناس كانت شغاله في التواصل، شغاله في فيسبوك او واتساب، الناس كلها كانت في التيار شغاله. فقلنا ندخل في نفس القصه في الحته بتاعت اللي هي البيبول ترانسفورميشن. تواصلنا مع كميه من الناس في السوشيال ميديا، موست اوف لايك ذا موست بوبيلر بيبول
they're hot in the mind that on Sudan they want to change, want to give something back to Sudan. فلمن أحب أن أفضل واحد على أساس كل ما نحن ويونيفاي أو المسج لأنه حسينا بأنه ما ممكن يحصل تغيير حقيقي لو ما حصل تغيير في وجدان الناس إنه لازم في مفاهيم تدخل وتكون قناعات يمكن عندنا بعض القناعات هي بيستدعي عندنا مشاكل ونحسن بأن نحن كسوداني بس وعندنا بعض الأشياء اللي هي جدا محتاجين نستخدمها فقلنا عشان المسج تصل بشكل سليم لازم كل الجهود تكون موحدة واخترنا لنا زي مجموعه من التوبكس كان عملنا فيها بول في الفيسبوك وجات لنا جماعه محتاجين دي اكثر حاجه شايفين المفروض الناس يشتغلوا فيها على اساس انه يقدر ياثر في الناس ففعلا عملنا بعد ذلك فوتنج وطلعنا بمواضيع معينه مثال زي الرشوه التايم مانجمنت حاجات كثير احنا محتاجين نشتغل عليها الواسطه القبليه المحسوبيه breaking the rules النيجاتيف ثينكينج يعني الاحتمال انه يفكر بطريقه سلبيه او تكسير المجاديف فدي الحاجات النيجاتيف اللي كنا عايزين نخلص منها وفي حاجات بوزيتيف دايما يعني نبنيها اكثر ونقول نرجعها ثاني. فالحمد لله اكيد اتلم عندنا كميه كبيره من الناس داخلين معنا هسه حاليا ناس مشاهير كلكم تشوفون تعرفون في السوشيال ميديا وبقينا تحت مظله سودان نكست جن على اساس انها تكون هي البلاتفورم اللي احنا نطلب منه اذا دخلتوا على البلاتفورم بعد شوي سهل توريكم بتلقوا اغلبيه الناس فدول الثلاثة focus areas حقتنا cultural transformation of people changing hearts and minds right big results now and creating the platform and teaching agile and BRN and again organizing all the experts وبعدين الadvocacy الadvocacy has to شوية جدا and it's shifting more from government advocacy to NGO يعني we're trying to look for the NGOs the international NGOs nonprofits that want to help and invest and help Sudan. فالقصة يعني ما كنا نتكلم عنها في النكست سلايد لكن القصة كيف بدأت يعني عايز أشرح لكم الحاجة دي طبعاً أنت لو حضرتوا any of my previous session you know that I'm an entrepreneur and I love to dream big and be bold right يعني إنه دول كلهم طموحات كبيرة شديد and just go after it فا I just want you to know that this is exactly what happened يعني 5 months ago أنا كان عندي فكرة وكتبتها في flip chart دي this was really يعني this is where Sudan NextGen was born was on a flip chart And بدأت أتكلم مع الناس في الاي دي وبدأت أتصل بناس السودان وتفتكروا السودان محتاج شنو حسي إخوان ولا زعيم وكذا. فالفكرة بدأت تظهر والناس يعني استجابوا لها شديد وقام ساعات وهو قال لي لازم أعمل لك فيديو كمان ساعات بحب الفيديوهات شديد تفضل أحكي بس أنا ما كنت جاهزة. قبل سنة ونص في 2018 كان عملت معك لقاء ف لما قعدت مع سالي شافها ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني سالي ذكية شافها She developed strategies, ideas. فسألت سؤال محدد حتى أعتقد موجود في الحالة. ترى تقدر تقدم حاجة للسودان؟ فقلت لي ساعات في الوقت الحاضر حاليا ما أقدر لأن التراك بتاعي ما حد يساعد الجو الحالي موجود. فالقصة دائما بالنسبة لي كانت زي خيبة أمل إنه الإنسان ممكن تقدم حاجة كبيرة للسودان. فاتصل علي قلت لي ساعات عندي أيديا الكلام ده بعد يمكن زي 9 شهور. فكان بدأت القصة نكست جن. فأنا طبعاً طوال أخذت الفكرة بدأت كويسين في كندا مع شعب الدينية لكن ممكن أجلس فترة معها بمدة 6 ساعات بعد ما أحكي فيديو وطلع بواصل ترجع ففعلا تمت الشيء تمت بالضبط يعني كنا طلعنا الناس ونشوف الناس دايرين ينجحوا كيف ممكن نساعدهم إذا الفكرة بترفع بكل تأكيد حنسمع معك يعني وده الشيء اللي حصل. I'm telling you this part of the story لأنه Sudan in the next 3 years, the next 5 years needs us to dream big, be bold and take action. ما بس الموضوع NextGen. NextGen دي فكرة والحمد لله يعني كبرت. لكن I just want you to know the power of having a dream, the power of doing videos بالمناسبة. الفيديوهات دي والميديا, it is the way to communicate مع السودانيين public or social media. يعني السودانيين بيحبوا الفيديوهات, بيحبوا السوشيال ميديا, بيحبوا يتعلموا من بعض يعرفوا. فيعني do not underestimate الموضوع على proposal documents اللي فيها 50 page document proposal دي انسوها. You have to take everything down to a 5 minute video. ملخص المفيد. Do you need 3 to 5 minutes? What do you think that you want to do? Why am I telling you this? لأنه طبعاً إحنا ما بدأنا Sudan NextGen كمية من المبادرات بتجينا. أي فيزون عنده فكرة، صح؟ Do you guys have ideas of how you can help Sudan? I think when it's really feel free. I want you to dream big and be bold. I think you have to take action and you have to solve the figure حقيقة. But we can't just keep them as an idea only. We just expect people are going to run with it. You have to take action as well. طيب هلخص لكم الفترة اللي فاتت يعني بطريقة سريعة عملنا شو what are we focusing on right now؟ طبعا في الأول كان basically envision and building the community and creating the movement يعني ونشوف الناس أصلا الفكرة دي عجبانهم ولا لأ.
يعني أنا بحب حاجة اسمها lean startup. Any of you familiar with lean startup? A lean startup then is بيستعملوها entrepreneurs when they have a startup business. You keep testing your idea. You will never fall in love with your solution. Always fall in love with the problem. And always get feedback from the public. أي حاجة عايزين تعملوها تأكدوا إنه people really want it and there's a need for it. فكنا عملنا a lot of يعني putting messages out there, starting a social media and building with the community ونشوف رأيهم وشوف الموضوع. Is this the right approach? Is it not the right approach? فالموضوع طبعا عرفنا إنه لا people are saying yes. توحيد الجهود حق السودانيين في منصة ويساعد الحكومة. This is a very good idea. بعد كده مشينا للأدفوكسي. زي ما قلت لك ركزنا شديد في يعني هنا في دي سي وفي الناس اللي حول even outside how are we going to help influence the government وبدأنا شوية experiments يعني عملنا culture campaigns اللي هو الجروب حق الانفلونسرز ديلا كلهم بدأوا يعملوا في campaigns مع بعض مروه باربيكيو وثاني عندنا الفرقه اي نماو كل شيء تسمع على الفيديوهات لكن قلنا نبدا نخرج لنا في حاجات مع بعض لا دخل في البلو فور السودان مذكرين يوم 30 يونيو كلنا كنا بندافع انه الناس تجي تطلع يعني ما تخاف فعملنا فيديوهات كذا فديحنا a lot of activities وقمنا بدينا اليوث جروب اللي هو كانت ان اكسبيرمنت اللي هو حسي اتس جونا بي ا جوينت افورت مع سافا حسي الفتره اللي فاتت الشهر اللي فات ده كملنا البلاتفورم تقريبا 90% completed عملنا لنا ادفايزر جروب اللي هنا يعني تقريبا 1200 نفر رسلوا لنا قالوا لنا عايزين ننضم للسودان نكست جن واحنا اكسبرتس اللي نساعد البلد وقمنا شيء 1000 بجد 1200 يعني unbelievable وكل زول عنده فكره everybody has an idea فقمنا شلنا منهم 100-120 خدناهم في advisor group وبقينا نتفاكر معاهم في مستقبل السودان so we started to brainstorm and ideate and kind of like really see where is it that they could add an impact وعملنا a lot of Facebook lives لو حضرتوا منها شوية فبدينا to organize a Facebook live الحالة اللي احنا مركزين فيها حسي يعني what is coming up انا ماشي السودان في اكتوبر دايرة أقابل الحكومة دايرة أعمل ورشة في agile وفي facilitation I want to certify people there I want to do train the trainer لأنه وجودنا هنا برا هنا is not going to be helpful I want you to think about this لأنه there's so many of you that are wondering how are you going to help Sudan فأنا يعني the only way I can help Sudan بالagile إني أمشي أدرس الناس وأعمل train the trainer and I certify them and I create more people that can train that to Sudan for it to be scalable I can't continue to go back to Sudan myself فأكيد أنتم لما تفكروا في مجالاتكم هتشوفوا إنه في حاجات قريبة من دي إنه how am I going to really يعني do knowledge exchange and transfer These four actual steps you see in here يعني مش الأساليب استخدمناها بسيطة جدا ابتدينا بالواتساب جروبس أو ابتدينا عفوا بالسوشيال ميديا خطينا الفيسبوك بيج ابتدينا نحط الفيديوهات بتاعتنا ابتدت هنا تواصل الناس محتاجين لخبرائكم معنا ففعلا تواصل معنا كمية كبيرة جدا من الناس تدخل في البيج وصلنا للمجال الألف بعد كده ابتدينا نستخدمهم في الجروبات وحسي حاليا حتى الجروبس تبع الواتساب بعد شوية حنطلعها بدا حنغيرها لأن كل الناس حيتقسم على تكون على الوركس على الورك بلايس وعلى عايزين نقسمهم للقطاعات يعني اللي جينا هنا كان كل الناس تناقش في كل القطاعات في نفس اللحظة شوية متعبة ففي ناس خبراء في السولار انرجي والباور وده نتكلم مع بعض في الحاجة دي في ناس خبراء في الهيلث كير وفي الاي هيلث دارين اللي هو في ناس في الزراعة That is exactly what they want to do and they love. So we're going to start yeah, creating some teams and some groups. طيب البيج باس ريزلت البي ار البي اف ار في حاجه يعني عشان تعرفوا مدى صعوبه الموضوع انه الفكره بتاعت البيج باس ريزلت او البيج ريزلت ناو تطبيق الحكومات يعني تجي الحكومه بتجيب كامل امكانياتها تجي توضع الخطط وتبتدي تبنيها فدي اول مره تحصل انه على مستوى يعني المستوى الشعبي هو انا عايز جدا حاجه الحكومه تكون جاهزه ويكون حل موجود على اساس انه يبني نوع من الشفافيه كبيره جدا بين الحكومه وبين المشاريع الموجوده وبين الشعب اي شخص من اي مكان قاعد ممكن يدخل يشوف شو الحاصل بكل شفافيه فدي الحاجه اللي كانت صعبه جدا انه تبني حقيقه على سودان نيكست ف الفكرة حاليا كيف احنا how we can enable the success in the next few years سألت كم من عشرة فأول حاجة قلنا ونحن نقوم المنصة we need to be the hub يعني we can be a hub where all of the experts والثلاثة حاجات دي الحكومة نفسها الوزارة احنا ده نشوف الوزارة what we need and what everybody needs is transparency صح؟ معايا انت في الحتة دي؟ لأن الحكومات اللي فاتت كلها وكل الحكومة اللي يعني في الثيرد وورلد كونتري
They don't have transparency. They don't communicate. They don't tell us what's going on. فأين داري transparency. أنا داري بينهم شنو في transparency, which is why I'm going to Sudan. ديناهم by sector في كل قطاع بكل سهولة يورونا الأولويات اللي قرروا عليها هي شنو. What are the priorities? What are the key results? يعني إحنا السنة دي مفروض أهدافنا تكون شنو. ليه؟ لأنه كل الناس ممكن تمشي towards الهدف ده. لأنه صراحة كل حاجة تهبشة في السودان it's not working. يعني any idea أنت تطلع بيها it can probably benefit Sudan. لكن the problem with that, the challenge is multitasking. ويعني إنه نعمل حاجات كتير 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 لكن ما تكون مركزة في حاجات معينة. And all the ideas are great ideas بصراحة. لكن they need to be aligned to specific goals for this year. فهمت معي الحتة دي it's very important. فنحن we need the government to be transparent with what are the priorities, what are the key results, عشان كل الـ NGOs, إحنا ذاتنا البرة, كلكم نساعد في الأكومبلشمنت حق الـ goals دي بالذات. But this is number one, which is why I have created a sector page for every part of the government. الحاجة الثانية, يعني what's the strategy? الـ experts نفسهم الحكومة, يعني the people that we've talked to about لنا, we need to find the experts. Who are the experts and how can they help us? But that's why we created the member section. We get in with experts, get in individuals, get in with UOKANA. For instance, one of our members is UOKANA, for example, right? UOKANA is a group of experts that want to help Sudan. Or ممكن يجينا يعني expert specific يقول أنا I want to individually help Sudan. But those are the two types of experts. The problem with the NGOs. I seem to build upon existing. حاجة مهمة شديد إنه ما نعمل duplication. يعني نقول للناس ربما تبدلت مشروع جديد please check and see if somebody else is already working on this. Check to see if there's another group of engineers already بيعملوا في خطة مستقبلية لمستقبل الـ ICT for example. There is no time for us to create three different versions of an ICT. You know what I mean? It's just, it doesn't make sense. For that is why المنصة هي ما بس الحكومة ليه احنا كلنا عشان نشوف الزول الثاني شغال في شو. And maybe something's already there. بعدين طبعاً educating the government فيعني an education on agile, on leadership, on teamwork. How do we work together as a team? السودان متعودين شديد على الشغل الفردي وانتو عارفين هنا now in America that's not the way that you get things done in Europe, it's all about teams. فأنا يعني I'm really focusing on how do we create high performing teams. التيم في ما مستوى في وزارة لجان الأحياء معانا هناك عبادي لجان الأحياء ده that's a team. يعني انت ما ممكن تكون لجنة حق حي وتنفذ اي حاجة if you don't work using agile as a team and prove results. You cannot, you are a team. If you are hoping to do and make any impact to Sudan, you have to operate as a team, you have to have a backlog, you have to have goals and results. Anybody that's trying to help Sudan inside or outside has to form as a team. Does this resonate with you? Make sense? Okay. طيب اوكي هنا هنتكلم هنشوف بشكل عام stakeholder انه next gen مكونة ومشان وسط الكوميونتي عندنا. أول حاجة عندنا تحت الكور تيم ديل زي تقريباً 10 أشخاص حسب في زيادة حيكون في الكور تيم ديل شغالين مع بعض بيشتغلوا وبيستعينوا بالأدفايزرز. الأدفايزرز ديل هم الناس الكريدين لنا يعني كلهم بيكون في فكرة في حاجة بيكون بينهم وبينهم بيكون في شغل متواصل بيكون في ايديز بدون الانبوت بنحاول نسمعهم كويس جدا لأنه ديل أقرب ناس ممكن يوجهوها بطريقة صحيحة. بعدها دخلنا ابتدينا حسب حمام عملنا زي ما وريناكم ابتدينا الجروب اللي هو الكونتاكت فورمز اللي جات من كل السوشيال ميديا والايميلز والاكسبرتس في حدود ال 1000 ابتدينا نقسمهم للورك بليس مابس. الورك بليس انا عارفين في زول فيكم استعمل الورك بليس في الفيسبوك. Are you familiar with Slack? Have you heard of Slack? And businesses كلها بتستعمل Slack so that you can create multiple groups في حته واحده. المنافس لهم الجديد هو Facebook Workplace. أنا أنصحكم تشوفوا هذا amazing. It's an amazing tool. جديدة ممكن ما أقول لازم يعرفوها لكن it's really catching up. It's actually improved the productivity for companies, some companies like 27%. فايتس amazing. بعد ذلك ابتدينا حاجة جديدة هي الفيسبوك جروب. قلنا طيب احنا عندنا الصفحة الرئيسية بتاعت الفيسبوك عندنا أسئلة عبارة عن 70 ساعة. طيب في ناس they're really interested in to help out, to come in. إنه إن شاء الله معنا. فعملنا الجروب فيسبوك جروب ده فيه ناس فيديو متخصصين ناس عندهم زي ما قلت لك يساعدوا الخبراء عندنا بيسمعوا افكارهم في اللابس موجودين واذا لقوا فكره ممتازه او شيء ممكن تضاف بشكل فارق بنقوم نجيبه من فيسبوك جروب وندخل معنا وبعد ذلك عندنا الكوميونتي بتاعتنا في الفيسبوك ده صراحه it's one of the most strong options. Hold on, she has a question. Can you see the slide to show the country?
It isn't a show. It isn't a show, unfortunately. But it's in presentation mode. لكن هي ليس غير. It is not fun. I wonder if what you keep talking. Let me see if I can do anything different. ففي عدة البروت تبع الفيسبوك ديل أهم ناس بالنسبة لنا أنا ديل كستمر فان نسمعه كويس جدا جدا وبيدونا instant volume يعني زي ما قلت لك التوبكس لما كنا بنتكلم في السوشيال ميديا إنه شو التوبكس المهمة عملنا سيرفي ممكن يكون شاف معنا 6,000-7,000 شخص بس ف it's an amazing tool very easy to use on Facebook وعندنا طبعا 40 مليون سوداني دي الحاجه البيجه الكبيره اللي السيكول الوحيدين هشتغل معاهم بشكل اكبر فممكن اقول كعين عندنا احنا موجودين في النكست جن فيسبوك بيج بشكل عام للكوميونتي تبع السودان نكست جن فكل الحاجه دي حصلت في اربع شهور We just wanted to show you this just to show you what's possible. التولز موجودة على الشمال الشرقي اللي استخدمناها، استخدمنا بس الواتساب والوركبلايس Yeah. And all of the training that we've done, يعني لو نروح to the next gen حواليكم عشان نلقى for free. فأي زول منكم you want to form a team, عايزين تتعلموا agile, ولا عايزين تتعلموا how to facilitate, how to use Trello, how to organize yourselves, I'll show you right now, it's all available for free. لأن في حد فينا عايزين ده يعني measure for success for us is that more people are using it. دي أنا مسميها الغربلة. يعني it's the unification of ideas. But you know what we see happening is جاينا a lot of initiatives, there's experts, there's groups, and there's ideas. We really want to start filtering them, qualifying the ideas, qualifying the experts, and making them available to the citizens, لكم انتم, and for the government. Basically, that's the idea here. I think I'm now going to show you the last slide. Okay. Okay, actually. Can I use this one? Okay. Can you guys hear it? Okay. فدي المنصة أول ما تخشوا فيها عشان قالت فيها أغنية اللي سمعتها حسي مبنية للسودان لأنه عادة لما تخش أول حاجة بتسمعوا كده وتقولوا بسم الله that's what we're gonna do إن شاء الله من السودان So I love that song so much so I made sure it was on the home page Can you guys see it from far away? I know it might be too small Is that too small or is it okay? Alright فهنا في المنصة the important things to look at is the member section فدي so far الناس اللي أضفنا لهم البروفايلز أو هم أضافوا البروفايل on their own ف what you see إنه في experts individuals في groups يعني مثلا سيا is a group the Sudanese American Engineering Association الحين في Silicon Valley the experts في Silicon Valley أنا ممكن من الأول نقول مثلاً أنا زوجي هنا locally ولا أنا الحكومة I can filter by that I can say show me بس ال expert groups أنا بس ده التعامل حسي يعني بشوف ليه في مجموعة groups of people ممكن أقول وروني ال experts groups الشغالة في sector معين معلش الكمبيوتر ده ما متعود عليه I can filter it by sector for example I don't know if there's any group that's in healthcare I don't think I have it should we should have a group in healthcare let me just refresh again engineering, for example. لما تخش في الجروب نفسه, there's a couple of things I want to show you. طبعا البروفايل بيج فيه تقريبا اربع حاجات that we want to know. يعني مثلا الاربن ديفلوبمنت تيم, ما اعرف اسمه ولا لا. لكن ده شغالين في المجال العمراني, التنميه العمرانيه للسودان وهم في قطر وموجودين حول العالم برضه. فبتلقوا البروفايل على الجروب هو منو وبيعملوا فيه شنو. الجروب ممكن يحط فيديو, ممكن يحط يعني links to their own website here as well. عندهم حاجة اسمها reports. في بعض الجروبس عملت خطط مستقبلية. يعني we really think إنه الـ ICT sector المفروض يكون شكلها كده. Or we really believe إنه مستقبل السودان في الـ healthcare ممكن يكون كده. فلمينا كل الـ documents دي, كل اللي بنسميها يعني road maps for Sudan in one place, ممكن تلقوها عن طريق الجروب نفسه أو ممكن تلقوها here تمشوا بس للـ reports. Directly, which is all the reports that have been published for Sudan. As services D, who am I talking about? Like in the services D, they're going to come training. If you are a group or you are an expert, let's say that you are willing to provide training in Sudan, you are willing to volunteer your time and go back. Maybe you guys are willing to donate equipment. This to Hajat in Sudan. This is what services means. After the projects D, here we're going to see the sector projects.
دي لو انتوا عندكم مشاريع actual projects on the ground that you want to complete for Sudan. Some of the projects that you'll see over here and I would say some of them are ideas. Yeah, they're still in ideation stage. وفعشان كده عمل يعني خلينا فيها project if you post it here فيه voting for people يعني can vote on your idea and they can even give you feedback and they can share it. ما في لو طب حلك ما في تزي يعني. I wanted it to be a social network, right? فإحنا عندنا a lot of ideas. Why don't you post it? Why don't you share your idea with other people? Let people vote, let people comment. And then of course the projects that we have a lot of votes, يعني could be projects that are better for us to do. الحاجة الثانية الحمدين فالشغالين فوق أحسني هي مش الideation بس هي الexecution projects. The projects that actually on the ground being completed. لأن الحكومة الرديفة على الحيلة, this is what I want them to show us. إنه what are those large projects and how are they actually progressing on them? ويكون في visibility. إحنا اتصلوا بينا ناس الـ UNDP في السودان, اتصلوا بينا ناس الـ UK Aid, فلقينا إنه في منظمات كثيرة they want to fund. حتى هنا دار ناس الـ US Aid. They want to fund Sudan. They have millions and millions of dollars. But guess what they want back? Data and transparency. Right? لأنه the biggest problem الخوف دائما من أي حكومة يعني كانت حكومة ديكتاتورية is corruption. Corruption, lack of accountability, يعني using the money the wrong way, which is part of again why we've created the projects page so that we can actually all see. فده البروجكتس بيج, فيه الممبرز زي ما قلت لكم فيه الريبورتس. لقينا إنه برضه في ناس كثيرين بدوا يرسلوا لنا دهن الريبورتس. الريبورتس كلها في الهيلث كير, في الانفراستراكشر, you can basically يعني say I just want to see what has been published for health, what has been published for economy, and take a look at it. فدي كلها طبعا obviously for the حكومة and for you guys as well. برضه عندنا فيديوز, لقينا إنه الاكسبرتس بدوا يسجلوا في فيديوهات بالخبرة حقتهم. This is something that we welcome. يعني الناس اللي عندهم تسجيلات خاصة أو عملتوا interview في مجالكم and you want to basically showcase what you've done and your expertise, this is another place where people can find expert videos available في المنصة as well. السيكتور بيج دي الحتة اللي قلت لكم بتاعت الحكومة نفسها. أنا بحب الصورة دي شديد, بعرف عاملين أمل كده يعني المستقبل كده حق السودان وراتي ولابسين العلم والجلابية, it makes me very inspired. في كل سيكتور حتلاقوهم كلهم هنا موجودين. Infrastructure, government, media, energy. يعني حتى this is almost like a government platform يعني for open innovation. فلو مشينا دخلنا في الهيلث كير مثلا, just as an example, طبعا الكلام ده كله عربي انجليزي. So you can switch to Arabi if you want to because ما حينفع بس يكون انجليزي. So we've made sure that you can switch between the two languages. معلش صفحتي كبيرة شديد ما اعرف ليش شكلها كذا, لكن basically that's what you can do. You can switch between them. في القطاع نفسه أول حاجة حتشوفوها هي بنقول ال KPIs. ال KPIs هي what are the international standards that we should be measured against, that we are being measured against. Followed by key results. The key results here, إحنا في السنة دي الحكومة دينا نعمل شنو, what are the specific key results. بعد كده في vision والroadmap. Vision اللي هي الخطة المستقبلية للإيكونومي, ما من رأينا إحنا, من رأي الحكومة. What is the vision and what is the roadmap? في challenges, شنو six challenges. طبعا الكلام اللي انتم بتشوفوه طيب مهم هنا ليه؟ My problem is البلد كلها السودانيين, as citizens, they want to be involved in the next 3 years. They want to have an opinion, they want to understand. وانا كل الحاجات اللي بتجيني الخطط المستقبلية كلها 45 page documents او 25 page documents و very condensed, يعني كلام كده رغي كتير شديد. As a regular citizen, it's not inspiring for me. I don't understand it. It's more for technical people. You guys understand what I'm saying here? But Anna, I just really wanted to create a way that the problems, the challenges, the roadmap, ممكن تتعامل بطريقة visual, وبطريقة beautiful, وفيها the voice of the people. But the voice of the New York Bay. Just the economy. But بنشيل كل الفيديوز. كل الفيديوز اللي انتم عملتوها by sector اللي هي فيها voice of the experts and voice of the people, وبنحطها so that you can, ما عايزين الوزارة تقعد away from what are people asking for. ودي هنا short term solutions or long term solutions. وبعد كده ممكن تمشي لل project page. يعني ممكن تشوف طيب what are the projects related to economy that are, يعني ما اعرف لو شايفين الفكرة. الفكرة is tying the members and experts
to al-awlawiyat with strategy, to the actual projects, and then creating an open environment for collaboration. فدي كده في اللي كنت حابه اوصل لكم. في حاجات ثانيه هنا كثيره ممكن اوريكم الانفلونسر تيم ده التيم اللي شغال معاهم سعد ومعاهم عبادي هناك اللي ورا. ثاني انت بتقدر من الانفلونسر تيم؟ بس بيعرف ولا اوكي. Big influencer man. Big influencer, okay. فالانفلونسر بيج ده مجموعه من الشباب ما شاء الله ربنا يحفظهم have been working وكلهم قالوا عايزين يساعدوا السودان. منهم ناس يعني بيكتبوا، منهم ناس بيعملوا شعر، منهم ناس مثلا زي تماضل طوالي مركزه لنا من الناحيه السايكولوجيكال، هي يعني عندها علم النفس، فمن ناحيه السايكولوجيكال كيف حتقدر تغير البلد وكيف شنو المواضيع الرئيسيه المفروض نطلب لها نحاول وي توك اباوت ات، وبرضه عبادي ات ذا سيم تايم، فاحمد خليل مروه اند ذير سيفرال مور از ويل، ميهاد مازن ايمن ماو، فوات ايم يعني ذا ريزن ايم شوينج يو ذيس از I just want you to be excited إنه في أمل لأنه الناس ذي الناس اللي بتابعوهم they're in the millions فهم لما يتحدوا ويقوموا يبدوا يقول في كلام واحد it's gonna make an impact إن شاء الله بإذن الله. آخر حاجة حوريها لكم بعد كده عن كيف نستقبل في المنصة هي learn page. ال training حق الأجايل وال training حق facilitation is available for you for free. All you have to do is click over here. It's gonna ask you to create an account. When you create an account معانا عندكم two types of account. Either you are an expert or a regular person. An expert is somebody who at least has يعني 10 or 15 years of experience in their field. وعايزين الخبرة دي تمشي للسودان وفعلا يساعد الحكومة. A citizen is anybody that wants to help Sudan and access, لكن they don't believe that they're necessarily an expert in their field. واضحة؟ بس two different categories. Once you register, you'll be able to create your own profile and everything and then watch any of the videos. This is just a short overview of a month. I hope you actually know I'm just interested in feedback. في ناس كثيرين قالوا لي كيف عملت المنصه بالسرعه دي؟ لانه يا دوب في الحين. انا عايزاكم تعرفوا انه لما كان في فضل اعتصام والناس كانوا بيموتوا في السودان والفيديو هذا كان بيجيكم كل يوم دي انتوا كلكم كان حصل لكم شو؟ depression. انا I honestly felt like وفعلا جاني يومين كده I was so depressed ومسكين بكي عليكم كنت ضغطت لهم اتكلم في حاجه وبس بكيت بكي لكن انا my only way for surviving that period was to work on this platform. This is يعني there was basically يعني there was two things that motivated me to do this much work. لكن كنت بشتغل تقريبا 20 hours per day just to build something لأنه رفضت الفكرة بتاعت إنه السودان انتهى. يعني في اللحظة ذيك في قلبي كنت حاسة تمام. I was just like there is no way this is the end. وحتى أمي كانت بتجي بتقول لي سامي الناس في شنو والحسدانية في شنو؟ يعني أنت كيف شغالة في الحاجة دي والناس بيموتوا؟ ترى ماما كل اللي هيحصل ده هينتهي والسودان هتضيف على حيلها. I am just two steps ahead. لما البلد تضيف على حيلها they're gonna need to do this. وكانت بتندهش وكتبت رساله في الواتساب قالت بنتي ما عارفه حصل لها شنو الناس بتموتوا وهي شغاله في المنصه يعني she really didn't believe لكن قلت ماما we have to believe and this is يعني and I was just refusing the idea that النهضه دي ما كان حتحصل والبلد ما حتجي. الحاجه الثانيه حصلت ابويا الله يرحمه انتم تعرفوه many of you تجسر العطاء يتوفى في نفس الوقت. وابويا كان لو بتتذكروا 28 اللي عدموهم اول ما الحكومه البأسة دي مسكت ابوي كان رقم 29 والحمد لله ما عدموه لكن كان من اول الناس اللي وقفوا ضد الحكومه من المناضلين ومن المعارضه فالروح حب البلد والنضال دخل فينا بجد شديد. السلام عليكم. مأمون الملك. This is a, I have no doubt in my mind. This is a very fine piece of work. I appreciate it. You can always bring the horse to the river, but you cannot force that horse to drink from that river, right? How are you gonna implement or convince the newly formed government to adopt these kind of projects? I'm saying that because there were a tremendous number of studies, researches, feasibility studies done
throughout the years, and none of the previous governments took advantage of all of this. So it's not only presenting this, but also to help the newly built government to take advantage of this. Thank you. Very good question. He has a very good question. We can't make anybody change anything. All you can do is put this out there and then, you know, and see what people do. Lakin, what I think is going to be helping the government, inshallah, is a couple of things. Awal haja, BRM, and big results now methodology, is a proven government transformation methodology. Sa'adak, 4, 5, 6, يعني حكومات إلى تطور بسرعة. بعدين الحكومة الانتقالية دي هدفها الوحيد هسي شو يا إخوانا. إن طب الشعب وتطور في 3 سنين الجاية يعني ما عنده أي سبب no motivation zero motivation إنه to do things slow يخبوا الحاجات يرجعوا يعني الناس المدسينة قاعدين بينهم لكن يعني الحكومة نفسها الجديدة المسكت their number one objective right now is to deliver value quickly they do want transparency and they do need any methodology that's going to help them get there fast so and motivation is there there's no reason for them to hide يعني this is exactly what's needed ثاني حاجة كل ال NGOs اللي إحنا نتكلم معهم هسي that want to fund the government and help have all been asking for this. They've been asking for transparency. حتى إحنا يعني we're trying to get some grants for this as well. والناس تكلمنا معهم قالوا لنا this is the main message you have to tell is that overall governance, transparency and visibility. This is قالوا this will make everybody more comfortable funding even الحكومة نفسها السودانية. So And to be very honest with you, يعني أنا لما كنت ببني في الحاجة دي ومسألهم سؤال قلت لي لو الحكومة جاي طلعت كعبة, what are you gonna do? قلت لها يا ماما, we the people will rebuild Sudan. If they use this or if they don't use this, we the people. You can push projects here, you can find other experts. يعني حسي المنصة دي, it's already starting to work, وما فيها زول من الحكومة دخل معانا. يعني we have to sometimes just believe in ourselves. And know that everything is not going to rely on the government, that we ourselves, NGOs, private citizens, can make a huge impact when we leverage information. So that's my hope. Assalamu alaikum. Khairan gabana, Saad al-Ata. Really, very impressive, very impressive presentation. Your energy is infectious. And make us really believe things are going to go well. So thank you very much, you see, for the presentation. The thing is that, one of them is transparency and also the media, that a lot of people to see us. Now we have some of those projects which are on Facebook, on WhatsApp, and so on. So the question, when are we going to have a channel which will be called NextGen Channel TV, because then we could reach more people and then we could give them the facts, and that will be a TV channel and will be broadcasting and so on, because not a lot of people you see from Sudan who have access, you see, to those kinds of media channels which we have available. But continue on and we'll be with you. And I think that NextGen has to be the platform for all of us, whether it's UOKANA, whether it is SAPA or the other SAPA or SAMA. I have believed from the get-go that this is the platform which we need to use, because it's a neutral platform. Doesn't have an agenda other than helping people, bringing people together. So the brain supply is going to come from those organizations. And the platform of NextGen will be the neutral platform which is going to distribute and coordinate all of those efforts. So thank you also, Saad, for the big help. Thank you for your support. You have no idea, it's an honor to have you as an advisor. Thank you so much, Dr. Saad. How had the latest high seat today, Saad? How are you? في سؤال من government priority يعني بيتم الموصى زي ما قال سعد حتى بعدمية والتنشن إنه we just need help فحتين حاجة already is out there الحاجة الثانية الحمد لله إحنا we accomplished things يعني إنه advocacy grow بالشغل العمل يعني الحمد لله كان شغل كبير جدا 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 إن شاء الله في الفترة بتاعته كانت صراحة حاصلة والموقف حاصل في السودان دي it was يعني protecting people somehow الحمد لله الحاجة الثانية الحاجة الثالثة إنه ما حنمشي احنا يعني من بوز زي ما حنمشي بحكم ذيس سيستمز اهم حاجه انا تعلمتها في شغلي مع سعد والجروب اللي جنبها
know, listening to people. ففي الأول إحنا زيارة سعد حسن السودان حسن الشيطرة مع المسؤولين اللي معروضين تعزين شنو دي الحاجات اللي عندنا الحمد لله أنا جاياكي في المسؤولين I'm coming فبعد نعرف كيف ممكن يعني شي تفيد التولز اللي هاب حسن حاليا ونبني عليها ممكن ورشوب نرجع نقدر نساعدهم يعني لو قدرنا نساعدهم بالورشوب دي بتكون يعني بيج بوش فدي دي برضه إضافة لسؤال الأول شكرا لك يا دكتور سيد على دعمك المتواصل. سؤالك كبير جدا والميديا كيف تلاحظ لما الانترنت ضعف ونحن كنا كل سنه يعني ما عارفين نتواصل كيف مع السودان. في كان قناتين السودان الباكر السودان بكره والسودان اسرائيل فدل القناتين كانوا مساويين من الوقت. اسرائيل عندك من سالتك فدي دي القنوات اللي كانت الناس ما كانوا قالوا تصدي الانترنت، الناس في السودان ما عارف محمد اخوي تصدي لنا ساعه ايش اللي حاصل طلعت البيت الشارع فاضي. ففي ناس ما كانوا عارف اللي حاصل شنو زاد. السبيل الوحيد كان للتواصل هو التلفزيون. فده اللي اعتني باهميه انه لازم تكون في قناه، قناه ممتازه ومدعومه بشكل كبير جدا وبشكل جميل، لانه الفتره الاخيره دي العين احتالت على شيء جميل على الكواليتي الممتازه، الهاي كواليتي. وخلينا نكون صريحين يا جماعه مع بعض، شغل الميديا يعني مكلف بشكل غير طبيعي. يعني انا والدكتور سيف كان قعدنا عملنا حاجه بسيطه كده جينا عشان تو ستارت تي في فور ون يير. يعني نتكلم احنا ممكن از بروبر واي لايك مليون مليون اند هاف دولار. فموجوده باذن الله لازم نقول خيرين موجودين. فالقناه مهمه جدا وعندها اهميه ثانيه. في ناس كانوا بيسالوا يا جماعه عندنا احنا كميه كبيره جدا من الاحزاب موجوده في السودان. دي مشكلة كبيرة. أنا عندي قناعة إنه لو الشعب عنده الوعي وصل له الوعي الكافي مهما كان عدد الأحزاب موجود لما يجي يقدموا الانتخابات يختاروا بناءً على البرنامج المقدم لأن الشعب عنده الوعي اللازم. فالقنوات التلفزيونية المفروض حالياً تشتغل في توعية الشعب. إذا الموضوع ده تم ما في زول بيخاف على البلد، ما في زول بيخاف على الموسيقى منه على البيانو. فإن شاء الله الدكتور بإذن الله يقدر على معيدكم ونقدر نعمل حاجة كده. شكرا لك. عندنا سؤال لوالد هانكا and then I'm just going to do a couple more slides before we end وحاخد أسئلة ثانية تفضل شكرا جزيلا مرة ثانية سالي و على البرزنتيشن بتاعكم وكده لكن أنا طبعا أنا اسمي سمرة أوكي أنا مهتمة جدا بالتعليم العالي في السودان اشتغلت فترة طويلة وبكرة إن شاء الله عندنا سيشن مهم جدا عن التعليم العام والتعليم العالي وان شاء الله نطلع بفوزيات كويسه جدا لانه ده شغل ما حقنا احنا برانا احنا عاملين سمري لكل الشغل اللي اتعمل بخصوص التعليم والتعليم العالي في الفتره بتاعت الثلاث سنين اللي فاتت فهوبفلي حتكون عندنا يعني توصيات جاهزه للوزراء الاثنين عشان يشيلوه ويطبقوه. بيرفكت. اوكي؟ باذن الله يعني عندنا المان باور عندنا الاكسبرتس وتكلمنا قبل كده يا سالي في انه احنا نقدر نوفر الاكسبرتس لكن وي دونت نو الميكانيزم going to help us to leap from. So إذا بكرة نحن بدينا جاهزين بكل البلانس، حطينا المشاكل، حطينا الحلول، عايزين ميكانيزم سريع جدا منكم يا ناس نكست جن، وأنا واحدة من الأدفايزرز بالمناسبة في نكست جن، واحدة من البيج فان بنكست جن. Right back at you. Yeah. So لكن still يعني أنا لسه ما عندي في راسي يعني how حنمشي من المشاكل للحلول في فترة زمنية سريعة جدا جدا. فدي تاخدها كإكزامبل في التعليم وتوري الناس انتوا كيف ممكن تساعدوا في الحتة دي. الصفحة دي is perfect يعني أول حاجة when you guys are done with the plan we want you to register الجروب اللي عملتوه وتنزلوا الدوكيمنت دي أونلاين وتكون موجودة عشان الناس تلقاها وتعرف إن أنتوا عملتوا الشغل ده رقم واحد ليه؟ ما دام ينزل ثاني يعمل نفس الحاجة. So this is step number one is you have to publish what you've done so others are not replicating it. But this is kind of step number one. ثاني حاجة بيعرفوكم they might even inform لكم. Step number two حاجة احنا عملناها أحيانا بنعمل فيسبوك لايف عن الانشيتيف نفسها بحيث انه you can share with a lot of other people what you're thinking about. دي نفسها بتقوم بتجيب لكم كمية من الناس الثانيين اللي عايزين يساعدوا في الحاجة. We can help you form a team. يعني لما تقولوا احنا جاهزين لإكسكيوشن can you help us move? يعني we have the ability to help you form what does an agile team look like? Take you through some of the training. وما عندنا capacity to do it for every group لكن عندنا agile coaches.
الأجل كورسز بس اللي اشتغلوا مع الـ Urban Development Team حسي عندنا a couple teams فديلا for three sprints الستة أسابيع الأولى every 2 weeks بيعمل لكم coaching and guidance on how do you execute in an agile way لأنه the secret sauce is really يعني leveraging agile لو أنتوا هيكون عندكم plan هتقسموه اللي آخر السنة مفروض لنحقق شنو طيب الثلاثة شهور الجاية مفروض نعمل فيها شنو طيب الأسبوعين الجايين مفروض نعمل فيها شنو right يكون في roles and responsibility الحاجة الثانية بس عايزة أتكلم فيها برضو very big teams don't get work done Small teams, maximum 10 people, actually get work done. So you have to separate what I call a stakeholder team that just wants to be informed and provide advice and provide input from an actual operation team that is going to deliver value. مش كده الكبيرة حسي إن إحنا بنكبر في الجروبات وبنفتكر إن الجروب ده ليه معمل حاجة. الجروبات الكبيرة ما بتنجز أصلاً، ما معمولة إنها تنجز، معمولة to ideate, brainstorm, think of ideas. Small teams, 7 to 9 people are the ones that actually begin to move something forward. For all of this, we're happy to provide for you. دكتور بشكركم كثير على تمليك المعلومة لأنه واحد من الحاجات الأساسية في إنه الناس ما بدها تشتغل لأن المعلومة ما موجودة. يعني دي حاجة من الحاجات المهمة والحاجة الثانية توحيد الجهود لأنه أنا يعني عملت يعني دريت دراسات كثيرة مختلفة في الفترة اللي فاتت في التعليم العالي ما بتتخيلي الأوفرلابينج قد كيف. يعني ناس بذلوا مجهود وزمن وقروش وفي النهاية الكلام وزادوا. واحنا بدنا نشوف المناسبة، الناس بيرسلوا لنا I'm like, oh my gosh, it's the same thing as this thing. There's so much replication, which is why I always say, من دستيس حاجات لشغلنا. Publish it, yeah. خلي باقي الناس يعرفوا انك تعملت حاجة بالحاجة دي. So they're not replicating, they can maybe help you implement. Okay, يعني إذا نوصل المعلومة للوزارة، بعتقد إنه مستعد في الوزارة to execute it faster. Yeah, أنتوا لما تبلش it here, اختبروها وسط الوزارة because that's why I'm going to Sudan. أنا عايز أعرف إن الوزارة they can't keep getting emails. You know what I mean? They need a place to go to find it. So that is exactly my objective is by putting it here, basically you're before Sudan is out. Okay, إحنا بدنا نكمل time. Time is up. One last question. أخلص عليك كم؟ سؤالك. Mine is quick. When I learn about a new system, I always like to learn about the pros and cons. You did not give me the cons, so I can, you know, predict what can happen in the future. So I recommend that you add a slide about what's the cons of the agile system. This is one thing. The other thing is, agile system works within an organization, like a big company or something. Government, are you going to be incorporated inside the government, or are you going to be a public agile, or are you going to be a governmental agile? But these are two separate things. Those are very good questions. Agile is a way for teams to work and manage their work, whether they're public or private, large enterprise, small, inshallah, majalah, yeah. It is just a way to organize, a show of hagana, to prioritize it, and to collaborate together. And if you don't think about it, that's really the principles of agile. What are the cons of agile? It requires high level of accountability. ففي ناس كتيرين عندهم أفكار لكن ما عندهم وقت ينفذوا. They're not gonna like it. في daily stand-up meeting. كل يوم التيم بيتكلموا مع بعض أو بيرسلوا في الواتساب for 15 minutes هم عملوا شنو. الأكونتبيلتي حق الأجايل is so high that there's some people that are not gonna like it. حيكونوا دايرين not to. بالذات إحنا كلنا volunteers. يعني أجايل works really well when you have dedicated teams, right? When you have a group of volunteers, it's harder to implement agile. Like, I would actually say you need it even more. You need it more. And a group of volunteers are usually very busy and they don't have time to get anything done. It's not for everybody. People that don't like collaboration, they're not gonna like it. People that don't like to work with Fenty, they're also not gonna like agile. And so I actually promotion. And the decision with our health and why about decision again. I would like for you to attend and to give us some opinion of how we can go forward because I guess we are gonna bring Saad. Sorry? Saad is one of the issues that we presented from Saad. Like in the team of physician, to get a take on healthcare issues from different aspects. So I would love for you to give us advice at the session. Non-profit, non-CIC, just that point about the Muslim. Because a lot of people ask me, you guys have a consulting company, to my entrepreneur, to
But it's really important to get this out of the way. الشغل كله طبعا تبرع يعني احنا كلنا volunteer sorry volunteer the time يعني شغالين في الموضوع ده وحتى يمكن الناس كتير جدا بتجينا طلبات اللي معي انتم معي الحزب شغالين في هذا الاتجاه طبعا الحته دي بره تماما احنا الحته الحزبيه دي بالنسبه لنا بتشوش فيها حاجه شغل لانه في النهايه احنا بنعاين السودان وبنعاين البرامج المقدمه من الاحزاب بغض النظر الحزب الحزب اللي عم يشتغل فنحن بنساعد الحكومه الموجوده بنقدم برامج تحضر فدي حاجه مهمه فنحن كمنظمه اخذنا يعني على عاتقنا لانه احنا بنكون غير حزبيه غير ما عندنا لون سياسي لون ديني لون عرقي فدي حاجه مهمه جدا جدا انه احنا اي شخص دارج ديني جدا لون احنا قاعدين جاهزين زي ما قلت لكم بنحب نسمع كويس يعني دي اكثر حاجه انا يعني بحب انه لا تطلعوا بالي انه الترانسبيرنسي والجستس انجلت فالحاجتين دول حاجه مهمه جدا ممكن نسوي كبير في نجاحنا في الشغل اللي احنا بنعمله شكرا لكم شفتي انت شفتها وين؟ انا شفت الفيديو حقك كله وبحييك يعني انا دائما ما بشوف الفيديوهات كلها الفيديو الوحيد اللي تابعته كله والفيديو بتاعي فانا يعني بحييكي وعندي وصيه انت يعني بتعملي البروجكت بتاع المال البنك الحقيقه ودي عجلت ارتباط الدراسه انت ما عايزه الجفرمنت، الجفرمنت ممكن الفندنج لكن يا ريت لو انت لما تمشي السودان انت منيت الدراسه اشوف هناك الشركات الناس اللي يعني start from the agriculture and go to يعني بدأ من الزراعة كويس ونشوف الصناعة والأشياء دي فكثير الناس في السودان الآن عايزين healing يعني الهيلينج الفشل اللي حصل في السنين اللي فاتت البروجكت اللي ما فيها proposal وما فيها good plan to implement it فناس كثير أخذت يعني أغلاط يعني يعني أقراض من البنوك ناس زرعت البصل انتهى في حته الشباب اتسجنوا لانه there's no plan to implement you know يعني الايديا فانت عندك يعني ايديا very good السودان محتاج بس الايديا اللي قاعد بس خلصنا محتاجين ثاني في الهيلث ممكن يعني نكون كمان احنا لاي اداري في مستشفى ممكن في الزراعه بيكون يعني اقصى زراعي هذا بيكون عندي شهاده يكون في الجفرمنت ممكن يعني empowerment لكل المزارعين الناس تنتج ممكن في اي مجال يعني الناس قاعده تفشل في اشياء كثيره فانت انا بعتقد انه بس عندي كلمه واحده يعني حاجه واحده اتكلمت معك فيها انه ليه ما يكون واي؟ It has to be why, it has to be all over the states يعني انت المفروض تنشري الحاجه دي من الشماليه لحد دارفور من الشرق لحد الغرب لان الناس ما عندها وعي عايزه وعي محتاجة الناس توعيها انها تعمل شنو؟ احنا عندنا يعني نساء وعندنا يعني شباب ما شاء الله عليهم طاقة طيارة زي ما قالت الأخت كبيرة في البرنامج اللي قبله invest in people لو اهتميتي بالناس واهتميتي بانك يعني تعمل لهم سبورت هنا تقوى الايكونومي حقنا we don't need money كل الكوتش تشتروها خليهم يمشوا بيها نحن حنبتدي هنا عندنا طاقة بشرية وعندنا اشياء ثانيه ممكن نعمل بها افكار زي افكاري ممكن نمشي لها للمشاكل بتاعتها. ويا ريت لو تبدا بستار الشاي وتعمل المجال يعني. فكانت